السلام عليكم، نكمل الشق الثاني من المحاضرة بعنوان Infarction. Infarction هو area of ischemic necrosis that is caused by occlusion or obstruction of arterial supply or venous drainage in a particular tissue. يعني سبق وأن قلنا أنه بالمحاضرات الأولى أنه any impinging or any decrease in the blood supply to the area حينتهي لي بischemic necrosis. يعني ischemia it is a loss of a blood supply to a particular tissue. فالمنطقة اللي صار بها انسداد أو صار بها إعاقة أو انعدام وصول البلد إلها، المنطقة راح نسميها صار بها نكروسيس أو صار بها انفاركشن. باللغة يعني باللغة العربية هو الاحتشاء أو موت الأورجان أو تشو نتيجة لإعاقة أو نتيجة لعدم وصول الدم إلى. فالإسكيميك نكروسيس المرادف إله هو الانفاركشن. Any part of the body could be infarcted as a result of loss or decrease the blood supply. Causes of infarction قلنا أنه طبعا majority of the cases of infarction are caused by thrombotic or embolic event. يعني أنا عندي فد certain thrombus أو embolus قعدت بال blood يعني بالartery أو بالفين سوت له complete obstruction، بالتالي the blood supply ما وصل للمنطقة وصار عندي ischemia, ischemic necrosis or infarction. هذا هو the commonest causes of infarction: thrombotic أو thrombus or embolism. ممكن another rare cause هو local vasospasm. أنا هنا عندي صار فد أو يعني narrowing أو vasoconstriction of the blood vessel، بالتالي the blood supply المنطقة قل. أو ممكن عندي external compression of a vessel، إجا vessels قاعد عليه فد certain large tumor mass سوت له compression وال blood supply قل. أو uncommon causes عندنا هو عبارة عن twisting certain organ بالبدية للتستس والباول الانتستين، يعني يصير بها روتيشن، يصير بها توستينج. من يصير بها توستينج حتى الارتريال سبلاي مالتها ايضا يصير بها توستينج، سميها فالفولوس. فمن يصير توستينج بالارتري اكيد راح يصير ويا اعاقة لوصول الدم، بالتالي حيصير عندي اسكيميك نكروسيس اند انفاركشن. all these are rare causes. حقيقة اغلب يعني كيسات الانفاركشن سببها هي thrombosis or embolism. طبعا بصورة عامة انه venous thrombosis also can cause infarction. It is often merely induce a venous obstruction and congestion. يعني من يصير عندي obstruction بالartery okay the blood supply او وصول oxygenated blood قل، لكن اذا صار عندي obstruction بالفين، تعرفون الفين هو او venous supply it is a deoxygenated blood، ما رح يصير عندي يعني انه انفاركشن بالمعنى الحقيقي، وانما حيصير عندي كونجستشن، حيصير عندي نسميه احتقان، لانه البلد سبلاي اللي هو دي اوكسجينيتد بلاد مدى يطلع من الاورجان ليرجع، بالتالي حيصير عندي احتقان او نسميها كونجستشن. طبعا بهالحاله حتتكون عندي باي ما يسمى بالباي باس شانل، او تتكون لي فد كولاترال بلاد فيزل تساعد انه البلد سبلاي حتى يرجع للمنطقه، وبالتالي امبروف ذا ارتريال فلو. يعني يهمني أكثر شيء هو الـ obstruction of the arterial supply more than the venous drainage. Infarction could be يعني caused by venous thrombosis are more likely in the organ that has a single venous outflow channel. مثال عليها هو testis and ovary. يعني أوكي إحنا متفقين إنه الفينوس ثرومبوسيس انه اذا صار اوبستراكشن بالفينوس ادرينج ما راح يصير عندي انفاركشن، لانه قلنا المشكله بالارتريال سبلاي. ممكن اذا صار اوبستراكشن بالفينوس ادرينج حتصير باي باسشنال او حتصير كولاترال فيزل حترجع للبلر سبلاي، لكن كيف هو الحال اذا عندي اصلا اورجان بي هو سنجل فينوس ادرينج مثل امثال عليها تيستس والافري؟ في الحاله الاوبستراكشن اوف ذا فين راح يعيق لي وصول البلد وحيسوي لي ثرومبوسيس. فالتيستس والافري is an exception، يعني استثناء من القانون العام. نجي على المورفولوجي of infarct. بصورة عامة they are classified on the basis of their color into either pale anemic infarct أو الشاحبة، ممكن تكون red or hemorrhagic infarct depending on the amount of blood or the amount of hemorrhage. أو they can be classified into either septic or bland depending on the presence of microbial infection. The red infarct are seen mainly in venous occlusion. Example عندنا الأوفري، تكلمنا أيضا التورجين، راح يصير obstruction بالأوفري أو obstruction بال أو مثلا obstruction بالتستس
او صار بيهم تورجن، هم اصلا بيهم ذول الاورجان سنجل فينس درينج، فالبلد كله حيصير بباك فلو، حيرجع للاورجان نفسه، فراح يصير احتقان، حيصير كونجشن، فاتوقع انه حتكون شكلها او لونها هي ريد انفاركت. ايضا اكزامبل اخر نشوف الريد انفاركت هو لوس تشو مثل اللانج، لوس كونكتيف تشو حتسمح للبلد ان يتجمع بيها، بالتالي حيكون الجنرال كلر هو ريد. او ان ذا تشو ذات هاز ديوال دبل بلاد سبلاي، مثال عليه اللانج، اللانج عندها تستلم بلمنري بلاد سبلاي اند برونكيال بلاد سبلاي، فاذا صار اوبستراكشن بجزء ممكن الجزء الاخر يعوض، بالتالي الجنرال كلر راح يبقى احمر لان يبقى يجيها بلاد سبلاي. حتى السمول انتستن يجيها تعرفون بورتال سيركوليشن، ويجيها ايضا مازنتريك سيركوليشن، فاذا صار اوبستراكشن بجزء الجزء الاخر يعوض، فيبقى البلاد واصل للمنطقه، فيبقى الاماوت اوف بلاد يعني نوعا ما موجوده، وينتج عنه ريد اور هيموراجيك انفاركت. هذا ايضا الفيجر يوضح لي انتستينال انفاركشن، احتشاء بجزء من الامعاء من الانتستين. لاحظوا لونها هي تكونها كلها حمراء ريد كونجستد محتقنه، لو قارناها بالنورمال كلر اوف نورمال انتستين اللي ما بيها احتشاء تكون بيل اور وايت، في حين ان هنا الكلر اوف انفاركتد انتستين از ريد اور كونجستد، نتيجه لانه قلنا هي تعتبر مثال على الاورجان اللي يجيها دبل بلاد سبلاي، فيبقى البلاد واصل الها وبالتالي ينتج عنه ريد انفاركت. ايضا هاي هنا جروس فيتشر، جروس فيتشر لاحظ انه لهذا الاورجان صار بريد انفاركت، لاحظ انه المنطقه صار بها انفاركشن اور اسكيميك نكروسيس، هي منطقه لو قارناها بنورمال منطقه ريد حمراء كونجستد اوديماتوس، سو ذس از ان اكزامبل اوف ريد انفاركت. كميه الاماونت اوف البلاد، الاماونت اوف البلاد اللي وصل المنطقه عاليه، ممكن انه بها جوال بلاد سبلاي، فاذا جزء صار بي كذا الجزء الاخر يعوض، فالاموند اوف بلاد هير ريزلت ان ريد اور هيموراجيك انفاركت. انذر سب تايب اوف ذا انفاركت از وايت اور انيميك، ذس از ريزلت فروم عكس الاسباب اللي سببت الريد، هنا حنشوفها بالوايت انفاركت. ارتريال اوكلوجن، اذا صار اوبستراكشن بالارتريال سبلاي بلاد ما راح يوصل، بالتالي حتكون منطقه ما بيها بلاد سبلاي، فتكون منطقه وايت. او اوبستراكشن ا سوليد اورجان مثل الهارت او سبلين او كدني، اولريدي هاي تكون سوليد تشو، فما راح تسمح للبلد ان يتجمع بيها. The solidity of the organ or tissue prevent the amount of hemorrhage to be accumulated from the next capillaries. This is example of white or anemic or pale infarct. هذا هنا كدني صار بيها انفاركشن، تزارينال انفاركشن، لاحظ المنطقه تكون مثلثه ويت شيب وتكون وايت انيميك، لانه الكدني يجيها سنجل بلاد سبلاي، فاذا صار بي كت ماكو جزء اخر يعوض عنه، بالتالي حنلاحظ انه المنطقه تكون ما بيها بلاد بيل انيميك اور وايت. ايضا هي الكدني اصلا هي تكون نوع الكونكت تشو اللي بيها هو فيري سوليد، فما يسمح للبلاد ان يصير بي هنا اكيوميليشن. This diagram describe or summarize the differences between ريد هيموراجيك انفاركت اند وايت انفاركت. مجرد يعني هنا هو ريبيتيشن للكلام نفسه، قلنا ريد هيموراجيك انفاركت ريزلتد فروم فينس اوكلوجن، في حين الوايت انفاركت ريزلت فروم ارتريال اوكلوجن، بالبلاد ما راح يوصل اصلا للمنطقه، في حين بالفينس ما راح يصير اوبستراكشن يعني للفينس درينج، البلاد راح يرجع للمنطقه اللي صار بها اوبستراكشن، فراح يصير كونجشن. الوايت قلنا صار بالسوليد اورجان اكزامبل عليه ان ممكن كدني، بينما باللوس تشو مثل اللانج نوعيه التشو حتسمح للبلاد ان يصير باكيوميليشن فرستوري ريد اور هيموراجيك انفاكت. انذر كوز فور ريد انفاكت از اورجان ذات هاز دبل بلاد سبلاي مثل اللانج والليفر، الليفر يجي هيباتيك سيركوليشن اند بورتال سيركوليشن، بينما الكدني السبلين الريتينا الهارت كلها organ that has a single blood supply, so obstruction of one source result in an anemic infarct. Also the previously congested organ condition is the main not make liver organ هو أصلا صار بي previous يعني هو أصلا already congested يعني أكو obstruction بالفينس درينج مالته، فالبلد أو الفينس supply كله راجع للأورجان، فأصلا هو البلد accumulated يعني صار بي accumulation بي، حتى لو صار بي obstruction arterial supply مالته حيبقى البلد متجمع بيه، ويبقى نوع الانفاركت يا ريد اور هيموراجيك. او وي هاف اولسو ذا ريبير ريفيوز تو شو، يعني certain organ صار بيه
اوكلوجن للبلر سبلاي مالته، صار اسكيميك نكروسز وانفاركشن، لكن جينا احنا بانترفينشن معين فتحنا او ازلنا هاي الثرومبس او هاي الامبولس، فرجع للدم صار بريبيرفيوجن، فيرجع لون لون التشو زريج اور هيموراجيك انفاركت. من ناحية المورفولوجي أيضا all the infarct are wedge shaped، يعني شكلها نوعا ما triangular with occluded vessel is at the apex بالقمة، بينما البريفري أو البيس of the triangle هو يمثل التشون. The dominant histological feature of infarction as I said previously it is ischemic necrosis, coagulative necrosis. Any organ in the body, any salt organ يتعرض إلى infarction وإلى ischemic necrosis يصير به نوع النكروسيز هو coagulative necrosis، وهي أخذناها بالمحاضرات الأولى بالpattern of tissue necrosis. قلنا any organ in the body صار عنده ischemic necrosis or infarction حيكون نوع النكروسيز هو coagulative. exception استثناء واحد عندنا هو البرين، نوع الانفاركشن بي سوري نوع النكروس بي هو liquefactive necrosis. Also the inflammatory response begin to develop يعني along the area of infarction، لأنه تعرفون أو حتاخذوه بعدين بما الانفلاميشن أنه هدفه الأساسي هو removal of dead tissue، فالانفاركشن ببساطة هو necrotic tissue، dead tissue لازم الانفلاماتوري reaction يجي حتى يسوي removal لها dead tissue، هيبين لي تقريبا بالمنطقة within about 1 to 2 days. طبعا قلنا أنه نفس الكلام most infarction أو most ischemic necrosis is coagulative except in the central nervous system or in the brain it is liquefactive necrosis. طبعا المنطقة اللي صار بها infarction هي خصوصا إذا كان تشو هو نوع cells مالته هي end replicating cell مو قادر على أنه يصير continuous proliferation، حينتهي أنه يجي scar tissue أو تجي fibrous tissue بالمنطقة ويصير بها organization. This slide, this is a gross section or gross picture of the brain. Now, منطقة صار بها necrosis نتيجة لي فد thromboembolic event سويت لي obstruction للcerebral blood vessel، صار عندي obstruction للblood supply to this area of the brain، سويت لي لاحظوا ان انا pale in fact منطقة pale white. So this is an example of the pale or white or anemic infarct، لأنه تعرفون البرين أول شيء هو solid tissue prevent the accumulation of blood، من ناحية أخرى إنه أنا عندي البرين it is an organ or it has single blood supply، فإذا صار بي cut ما ممكن أكو شيء ثاني يعوض عنه، فهنا المنطقة area of the cerebral infarction or a brain infarction to the pale or white or anemic infarct. والpatient presentation مالته بشكل cerebral infarction أو نسميها cerebrovascular accident CVA الجلطات الدماغية المعروفة. another classification يعني تقسم أيضا إلى infarct إلى septic وإلى bland. septic من اسمها يعني أكو microbial infection، شو تصير لما أكو فت bacterial vegetation from the heart valve or that embolize or when the microbe seed into the area of necrotic tissue، يعني منطقة صار بها ischemic necrosis صار بها infarction جتيم بكتيريا أو إجا مايكروب سوى يعني سيدنج بالمنطقة، أو ممكن أحيانا already هو المصدر الأساسي كان infected، يعني عندنا الهارت فالف أحيانا أكو فت كونديشن يصير عندهم inflammation بالهارت فالف نسميه infective endocarditis، there is inflammatory condition of the heart valve، فمن هنا من حتيجي الأمبولس أو من حتيجي الثرومبس أصلا هي صاير جاية من منطقة septic، فمن تنتقل للمكان نفسه هي راح تكون شايلة وياها الميكروب وشايلة وياها البكتيريا بنفس المسار. بهالحالة الانفاركت is converted into abscess. Abscess is a collection of pus أو collection of necrotic debris. وياها تجي biogenic bacteria و cell debris with a correspondingly greater inflammatory response. يعني هنا بالطريقة أو بالحالة الاعتيادية أصلاً الانفاركشن حتى كانت هي بلاند يعني استيرايل ماكو بكتيريال انفكشن بيها اولريدي راح يصير اكتيفيشن للانفلاماتوري ريأكشن حتى يسوي ريموفل للديد تشو، فكيفما اذا كانت الانفاركشن او الانفاركتد اريا هي اصلا انفكتد او اصلا اكو بكتيريال انفكشن وياها، فاكيد الانفلاماتوري ريأكشن مال بودي حيكون اقوى مما لو كانت الانفاركشن استيرايل او بلاند. This is the end of lecture. Thank you.